لولو شنو يا مال؟ انت حلوه، انت حلوه عمه يا عمري. ناي 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 لولو شنو انت يا مال؟ وعافيه واجمل الاكلات اللي دائما تحصلوها واحلى المطاعم. اليوم لمحبي اللحم والبرجر جايبه يمكن أطيب صاحب برجر بالعراق كله، تجربوه اللي مكانه وين بالوزيرية. لمحبي اللحم بعض، خلي أراويكم، سوري على المنظر. طبعا كل أنواع اللحم اللي عنده مدخنة، أوكي شوفوا هذا شلون يجيكم ويجي وياه، خلي أراويكم. هذا خاص، هذا حبي، هذا لحم خاص. شوفوا شوفوا، وهذا المشروم برجر، هذا على العالم، هذا لازم تجربوه. يعني فعلا اللي يحبون البرجر ما يروحون غير هذا المطعم. جوست صح؟ جوست سموك، يجنن. بس فد لحظة، ثواني ثواني حبي، بس ثواني. كتف، هذا كتف؟ ايه بعد جوا. شوفوا يجي ويا العسل، طبعا اكيد لازم. يوم اني عازمه بيت اخويا ثناوي وزينب، شوفوا قلت لهم لحم لو دجاج، قالوا لا اليوم المزاج لحم. اريد اراويكم اللحمايه شلون تايخه، شوفوا نومي نومي، يعني لا وطعم خرافي. بعد حراويكم، حراويكم أكبر برجر ممكن تشوفوها بحياتكم بالعراق. تعال هنا حبيبي، ركز لي. يلا جيت. شوفوا هاي مقلوبة طبعا. واو. شوف أكبر برجر ممكن يمر بحياتكم وأطيب، فهو هاي لا تقاوم، هاي يعني هاي للي يحبه قلبك، مو لأي أحد تعزم بيها. تعالوا خلي أراويكم، شوفوا جوست سموك وزيرية، صدق عاشت ايدكم، مطعمكم ما يعلى عليه. وبليز لازم تجربوا لي هذه، شوف هذه، هذه شيبس برجر، هذه بغداد تحية، تتخيلون؟ وهذه اسمها بغداد برجر، شوفوا يمي. والريحة عجبتني اللحمة هاي ام العسل، والريحة خرافية. اي هاي مدخنة حبيبي، هذا يجي لحم مدخن ويا العسل مالته. حاط لكم هنا لك